إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع في درسنا في هذا الكتاب المبارك في مسائل العقيدة، في مسائل الإيمان والتوحيد، وهو الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية وسماه العقيدة الحموية الكبرى، والذي يستعرض في هذا الكتاب ما أجمع عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة من مسائل التوحيد والإيمان، وينقل من كتب العلماء الذين ألفوا في هذه المسائل ونقلوا الإجماع، ولا يزال الحديث موصولاً عن كتاب أبي عبد الله ابن خفيف الذي ألفه في هذه المسائل ونقل فيه الإجماع، فأراد أن يبين شيخ الإسلام أن المسلمين مجمعون، أقصد أهل السنة والجماعة، لأن فيه طوائف من أهل البدع يخالفون، ولكن لا عبرة بخلافهم، وإنما يعتد بإجماع أهل السنة والجماعة. الطائفة المنصورة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفرق وقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو تعظيم القرآن وتقديم أحكامه على غيرها، وتعظيم السنة، وتعظيم إجماع السلف الصالح، وهم الذين زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومما ذكر في هذا الباب المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهو ركن عظيم من أركان الإيمان، وهذا هذه المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر هي أمور غيبية لا تعلم إلا عن طريق الوحي، ليس هناك مجال للعقل فيها إثباتاً ونفياً، وإنما تؤخذ من الوحي الذي هو القرآن الكريم
والسنة الصحيحة. فذكر ابن خفيف مما ذكره، قال: ونعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول شفيع، يعني أول من يشفع، وله صلى الله عليه وسلم شفاعات كثيرة، ولكن أعظمها الشفاعة العظمى، وهي التي يختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي تكون يوم القيامة. فهذه الشفاعة العظمى اختص بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الرسل وخاتم الرسل، فنال هذه الشفاعة العظمى، ولذلك ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنا سيد الناس، يعني في ذلك الموقف العظيم يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويكون كرب عظيم، فعند ذلك الناس يذهب بعضهم إلى بعض ليشفع أحد من الرسل عند الله عز وجل، ليأتي سبحانه وتعالى ويفصل بين الناس في ذلك الموقف العظيم. فهذه الشفاعة العظمى تسمى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأنبياء، لأنه أظهر شرفه وفضله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن الناس يجتمعون في صعيد واحد يوم القيامة، والصعيد الواحد هو الأرض المنبسطة، ولذلك قال أن البصر ينفذهم، لأنهم في أرض منبسطة لا يغطي بعضهم على بعض، وأيضاً يسمعون الصوت. فيذهبون أول ما يذهبون إلى آدم، وذلك لأن آدم نبي مكلم، وهو أبوهم، وله ميزات عظيمة، فإن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته، فيذهبون إليه ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل، ويذكرون مكانته التي اختاروه لأجلها، وأن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته، ولكنه يعتذر، يعتذر عن ذلك. والسبب في الاعتذار ذكره، وهو أن الله سبحانه وتعالى غضب في ذلك اليوم، لأنه يوم العذاب الشديد على الكافرين والمنافقين، فغضب غضبا أشد الغضب، ولذلك قال: لن يغضب مثله قبل، ولن يغضب مثله بعد، فهو في أمر مهول. يخاف الأنبياء والمرسلون، ويتذكر كل واحد منهم ما بدر منه من أشياء يود أنها لم تأتي منه،
ومن ذلك ما بدر من آدم عليه السلام أنه كان في الجنة، وأن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل منها، وعاقبه الله عز وجل بإنزاله للأرض لأنه أطاع الشيطان وقد حذر منه فصدقه وهو عدوه، فكيف يصدق عدوه؟ لكنه وقع في هذه الخطيئة، فتاب الله عليه، رجع وأناب وتاب الله عليه، ولم يعاند ولم يستكبر كما فعل إبليس، بل اعترف بذنبه وتاب، فتاب الله عليه، لكنه أنزله إلى الأرض وأنزل معه إبليس وحذره من فتنة إبليس. فلذلك يعتذر آدم عليه السلام عن الشفاعة لما يشعر به أنه أخطأ، ثم يشير يقول اذهب إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، ويشير بنوح عليه السلام، ثم يأتون إلى نوح وهو أول الرسل إلى أهل الأرض. كيف أول الرسل؟ لأن ذرية آدم بقيت على التوحيد الذي تعلموه من أبيهم 10 قرون، لا يعبدون إلا الله، ثم فتنوا بعبادة غير الله عز وجل، وسببها هو الغلو في الصالحين، لما غلوا في الصالحين الذين كانت لهم مكانة عظيمة عندهم، فلما ماتوا صوروا صورهم ونصبوها إلى مجالسهم، وهم لما نصبوا هذه الصور ما أرادوا عبادة هؤلاء الصالحين، وإنما قالوا نرى صورهم ثم نتذكر عملهم ثم نعمل مثل ما عملوا. أرأيت كيف يكون استدراج الشيطان للإنسان، وأنه يبدأ ويحسن له أشياء ويحسن له أنه يفعلها لمرضاة الله عز وجل، لكن هذه الطريقة هي التي أوقعتهم في الغلو، فإنه بعد فترة نسي الهدف من نصب هذه الصور، وتنسخ العلم الذي كان يعلمه العلماء، فعبدت هذه الأصنام التي باسم الصالحين، اللات والعزى وهبل، عبدت. فأرسل الله عز وجل رسولاً، ولهذا قالوا أنت أول الرسل، وهذا الذي أرسله هو نوح عليه السلام، وهو من أولي العزم. فأرسل نوح فهو أول الرسل، فهم يأتون إلى نوح ويذكرون له أنه أول الرسل، يعني مهيأ أن يشفع، وأن الله أثنى عليه. ومع هذا أيضاً يعتذر ويذكر غضب الله الشديد في ذلك اليوم، ويقول مثل ما قال آدم فيعتذر.
ولماذا أيضا يعتذر؟ يذكر سبب ذلك أنه يرى أنه دعا على قومه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فيرى أن هذا الدعاء يعني كأنه استعجال منه. فيعتذر ويقول اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم إمام الحنفاء معروفة مواقفه العظيمة التي لا مثيل لها، وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء، فأرشدهم إلى إبراهيم عليه السلام. فلما ذهبوا إلى إبراهيم طلبوا منه نفس الطلب الذي طلبوه من نوح، لكنه اعتذر أيضا لسبب شدة غضب الله في ذلك اليوم، ولأنه قال كلام يرى أنه يخالف الحقيقة وهو متأول فيه وهو في ذات الله، فقال إن لي كذبات، قال لي ثلاث كذبات، وهو متأول فيها ويريد بها نصرة الحق. فمنها أنه لما أراد جبار أن يأخذ زوجته لما أرشده إليها بعض الشياطين من حاشية ذلك الطاغية وأنها ذات جمال، وقال لا تصلح إلا لك للحاكم الطاغي، فقال علي به إيت به وبها، فلو قال إنها زوجته سوف يقتله، لأنه لا يمكن أن يتزوج امرأة ذات زوج. فقال لها سوف أقول له إنك أختي حتى يطمع في أن يزوجه إياها، وأنت أختي في الإسلام، هذا تأويله. فلما جاء عند الطاغية وقال أختي، قال أرسلها إلي، ابعثها إلي. فذهب في مكان يدعو الله عز وجل، وهي ذهبت تدعو الله عز وجل ألا يسلط هذا الكافر عليها، وهو يدعو الله عز وجل، فاستجاب لهما. فإن هذا الكافر عندما مد يده إليها أخذته رجفة شديدة حتى كاد أن يهلك، ثم عاود ذلك فأخذته رجفة شديدة فقال أبعدوها عني إنما هي شيطان، يعني عرف أنه لن يمسها. ثم أعطاها خادمة وهي هاجر، وإبراهيم عليه السلام يصلي ويدعو الله عز وجل، فما درى إلا وقد جاءت زوجته سارة فسألها ما الذي حصل، قالت رد الله كيد الفاجر أو الكافر وأخدم هاجر، وهي أهدتها بعد ذلك لإبراهيم عليه السلام وأنجب منها أبانا إسماعيل عليه السلام. هذه إحدى الكذبات وهي في ذات الله، ومع هذا ما كان بود إبراهيم أنه قال كلام يخالف الحقيقة. والثانية لما عزم على تكسير الأصنام والقوم يذهبون
إلى مكان يجتمعون فيه، وأرادوا من إبراهيم أن يخرج معهم، فتظاهر أنه مريض وقال لهم إنه سقيم، فذهبوا وتركوه، وهو فعل ذلك حيلة ليتمكن من تكسير الأصنام. ثم أخذ الفاس وكسر جميع الأصنام إلا الصنم الكبير، وضع الفاس فيه. فلما رجعوا، من الذي فعل ذلك بآلهتنا؟ وأراد أن يبين لهم عملياً أن الأصنام هذه عاجزة لا تدفع عن أنفسها، فكيف تدفع عن غيرها؟ فقالوا له من فعل، وهو قد دعاهم أولاً وقام الحج عليهم وبين أن عبادتها باطلة وضلال، لأنهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فقال فعله كبيرهم، فهو فعل ذلك لمصلحة تكسير الأصنام وإزالة الباطل من على وجه الأرض، فيرى أنه قال كلام غير الحقيقة فاعتذر به، اعتذر بسبب هذه الكذبات، وقال اذهبوا إلى موسى. صاروا كل نبي يدلهم على النبي الذي يظن أنه يشفع لهم وله مكانة عظيمة عند الله، فدلهم على موسى الذي اختصه الله بكلامه، فإنه كلمه سبحانه وتعالى عندما أرسله إلى فرعون وهو رسول من أولي العزم، واعتذر موسى عليه السلام بمثل ما اعتذر به الخليل من شدة غضب الله عز وجل في ذلك اليوم. هذا ما ذكره المؤلف في الحديث، حديث الشفاعة العظمى الذي رواه ما يقرب من 80 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو حديث متواتر. وكل نبي يقول نفسي نفسي نفسي، يعني يريد أن ينجو بس بنفسه من هول ذلك اليوم الشديد، ولهذا جاء في هذا الحديث قال فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه، برسالاته فيه غيره من الرسل لكن بكلامه هذا هو كليم الرحمن، كلمه وسمع كلام الله عز وجل على الناس، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا. هذا الذي تعذر منه، تعذر به موسى وهو قتل نفس كافرة لكنه ما أمر بقتلها في ذلك الوقت، ولهذا قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا لا شك تشريف لعيسى أنه خلقه الله
بكلمته من غير أب، ثم ذكروا فضائله وقالوا: وكلمت الناس في المهد، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، يعني ما ذكر سبب للاعتذار غير شدة غضب الله بذلك اليوم، ولم يذكر ذنبا ارتكبه أو شيئا يخشاه. وقال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ذكروا فضائله: اشفع إلى ربك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقعوا ساجدا لربي، يعني ينطلق عنهم ناحية ليستأذن ربه بالشفاعة، ولأنه عنده علم من الله أنه هو الشفيع، فلذلك يذهب حتى يأتي تحت العرش ثم يسجد لله عز وجل ليستأذنه بالشفاعة. وهذا داب الأنبياء كما علمهم الله، فإن الله لا يشفع عنده أحدا إلا بإذنه، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. قال: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي، يعني أنه يدعو بمحامد فتحها الله عليه في ذلك السجود ما فتحها على أحد من قبله. وذلك لأن الله عز وجل له أسماء كثيرة، منها ما علمه الله لخلقه وهم يعبدون الله بمقتضاها، ومنها شيء استأثر الله بعلمه كما في الدعاء المشهور. من هذا الذي استأثر الله بعلمه يفتحه على آدم في ذلك الوقت، على محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك السجود، ليسترضي ربه ويعبد ربه ويطلب منه الشفاعة. قال: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد، من القائل له الذي قال يا محمد؟ أتى به، قال: ثم يقال يا محمد، هل هو جبريل؟ هل هو صوت يسمعه؟ الأشياء الغيبية لا يخاض فيها، وإنما ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه. فدل على أن هذا القائل قال ذلك بأمر الله، قاله بأمر الله، لأنه ما أدراه أنه يعطى، هذا الأمر لا يأتي إلا من قبل الله عز وجل. قال: ارفع رأسك واسأل تعطى
واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب العالمين. أقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. يعني خص الله عز وجل الذين ما عليهم حساب أن يدخلوا بسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، لأنه هؤلاء ما عليهم حساب، ليس الذين يحاسبون، وإنما خص هؤلاء أن يدخلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الباب الأيمن. أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يعني هذا خاص بالذين ما عليهم حساب، وأمة محمد يشاركون في الدخول في أبواب الجنة الأخرى مع الناس الآخرين. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، كما بين مكة وحمير. والمصراعين تعرفون مصاريع الباب، مصراع في اليمين ومصراع، لأن الباب لما يقفل يكون له مصراعين، فمن سعة هذا المصرع أنه من مكة، سعة الباب من مكة إلى حمير والمراد بها صنعاء، صنعاء في اليمن. يعني هذه سعة الباب من مكة إلى صنعاء، فهي كان يسكنها حمير، وجاء أيضا في بعض الروايات اسم مصرح باسم صنعاء، فهي المراد من مكة إلى حمير، هذا سعة الباب. أو كما بين مكة وبصرى، كما بين مكة وبصرى، يعني الباب إما هذه السعة أو بصرى. وبصرى هذه هي في الشام، جهة الشام، بصرى في حوران. ثم قال المعلق على هذا الحديث: ومن الشفاعات التي خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بها الشفاعة في دخول الجنة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت. يعني وهذه فضيلة ثانية، أنه أكثر الناس تابعا، يعني أكثر الأنبياء صدقه خلق كثير. وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وهذا الحديث رواه مسلم، يعني فيه نبي ما يصدقه من قومه إلا رجل واحد، وهذا ليس قصور في النبي، لكنه ما فتح الله عليه مثل ما فتح على خاتم الأنبياء، فكم يتبعه من خلق الله عز وجل، وكم من صدقه من خلق الله عز وجل.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن، يعني هذه الأبواب العظيمة عليها خزان من الملائكة، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. يقول: يعني عندي أمر إني ما أفتح لأحد قبل محمد. وهذا أيضاً الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا كل ما يتعلق بحديث الشفاعة، وهو حديث عظيم، وأورده المؤلف هنا ونص على أن أهل البدع لا، وخاصة الخوارج والمعتزلة، لا يؤمنون بهذه الشفاعة العظمى، وذكر السبب لماذا لا يؤمنون بها. قال: لأنهم يرون أن لا شفاعة في أهل الكبائر، يرون أن أهل الكبائر في النار، ويرون أن هذه الشفاعة غير صحيحة، ولهذا لا يؤمنون بها. نقل هو نص هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر، قال: وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، ولكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية، الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة ومن سار على طريقتهم، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب، تقول لهم: الرسول شفيع الأمة، يقولون: هو يشفع في زيادة الثواب للمسلمين للمؤمنين، ولا يرون الشفاعة لأهل الكبائر بناء على معتقدهم الفاسد. وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع في من استحق النار من أهل الكبائر ألا يدخلوها، لأن أهل الكبائر ليسوا جميعا يدخلون النار، فإن بعضهم قد يعفو الله عز وجل عنه ولا يدخل النار بزيادة ثواب، باستغفار، بشفاعة الشافعين، لا يدخل النار، وبعضهم يدخل ثم يخرج كما جاءت به الأحاديث. ولهذا قال معلقا على من أنكر هذه الشفاعة، قال: وهذا إنكار للأدلة المتواترة القطعية وإجماع سلف الأمة، وهو ضلال مبين. فهذا ذكر مسألة أن الأحاديث متواترة وأنها قطعية وأن الإجماع عليها، ومن وقع في إنكار مثل هذا فهو في ضلال مبين. وأيضا يشاركه في الشفاعة التي إخراج بعض أهل الكبائر من النار أو لا يدخلوها، يشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، يعني أنه يخرج بعض الذين استحقوا النار من النار، أخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، لكن الخاصة برسولنا الشفاعة العظمى، لكي يأتي الله عز وجل لفصل القضاء يوم القيامة.
ثم ذكر أمر غيبي آخر يحدث في عرصات يوم القيامة. ما هذا؟ قال: إثبات الصراط، الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وهذا من أمور الغيب لا نعلمه إلا عن طريق الوحي. وهذا قال، هذا أيضا مما نص عليه ابن خفيف لما لخص المسائل المتعلقة بالتوحيد في كتابه، فذكر الصراط، والصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، ويتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك، يعني على قدر أعمالهم. قال شيخ الإسلام: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا على الصراط، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، يخطف من على الصراط ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يعني في كلاليب على الجسر، فمن مر عليه وهو من أهل جهنم فهي مأمورة أن تخطفه فترمي به في جهنم. ويذكر أهل السنة الصراط أيضاً، ويذكر معه من المغيبات كالحوض والميزان وعذاب القبر والشفاعة لأهل الكبائر ونحوها من المسميات في كتب العقائد، لكونها إنما ينكرها أهل البدع، يعني الأخبار بالمغيبات التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لكن هذه لماذا ينصون عليها في كتب العقائد؟ لأنها هي التي تميز البدعي من السني، تميز أهل البدعة من أهل السنة، وإلا فإن من أنكر أمراً آخر مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مجمع عليه فإنه يعني يقع في مصيبة ويعاقب على ذلك، لكن ما ينص على كل أمر أخبر عليه، لأن هذه أنكرها أهل البدع فصارت علامة بارزة على أهل البدع، فذكرها العلماء في كتبهم. وإلا مثلاً لو شخص أنكر أن ليس للذكر كحظ الأنثيين في الميراث، فلا شك أن هذا ارتكب جرماً عظيماً، لكن ما نصوا عليه هنا، وهو لأن غالباً ما أنكر هذا أحد إلا لما جاء العقلانيون المعاصرون وقالوا هذا ما فيه عدل، لابد من المساواة بين الذكر، كما قال ذلك بعض الزنادقة. بعض الزنادقة قالوا الرجل يأخذ ضعفين المرأة هذا يخالف العدل، والأمم المتحدة تقول لابد من المساواة بين الذكر والأنثى، فلذلك أراد أن يستدرك على رب العالمين ويصحح هذا الخطأ
ويقول كلهم سواء في الميراث، إلى غير ذلك من الترهات التي ذهب لها العقلانيون والليبراليون والزنادقة الذين يتسترون بالإسلام، وإلا كيف يجرأ شخص على حكم محكم في كتاب الله بالآيات الكريمات ثم يستدرك عليه ويعدله ويصدر قانون ضد هذا؟ ومثل الذين أصدروا قوانين في تحريم التعدد، فهذا ضد مثنى وثلاثة ورباع، إلى غير ذلك مما يسترضون به الكفرة أهل الغرب الذين يرون أن أفضل ما وصلوا إليه هو الذي في دساتيرهم. فيأتي المفتون الذي لا يدرك شيئاً فيعترض على أحكام الله القطعية الثابتة التي لا يجرؤ أحد على إنكارها. ولهذا قال شيخ الإسلام: أحاديث الشفاعة والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة ونحو ذلك متواتر عند أهل العلم، وهي متواترة المعنى، وإن لم يتواتر لفظ بعينه، يعني متواتر بهذه الأشياء، لو لم تكن عبارة لوحدها متواترة لكن المعنى العام متواتر عند أهل الاختصاص من المحدثين وغيرهم. ولهذا قال ابن تيمية في موضع آخر: ما تواتر عند خاصة من أهل العلم، لأنهم هم الذين يعرفون أسانيدها ويعرفون صحة هذه الأسانيد. قال: خاصة من أهل العلم كأحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتنته وأحاديث الشفاعة والصراط والحوض، فهذا قد ينكره بعض من لم يعرفه من أهل الجهل والضلال. ومن الأدلة على الصراط ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب جسر جهنم، قال رسول الله: فأكون أول من يجيز، يعني أول من يمر على الصراط للجنة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، كل واحد يمر على الصراط يدعو الله يقول: اللهم سلم سلم، حتى يدخل الجنة. وفيه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموثق بعمله تثبته، ومنهم المخردل ثم ينجو. إيش معنى المخردل؟ يعني تجرحه هذا الكلاليب فيتعلق ثم ينجو، ومنهم من يوثق بعمله ويرمى في النار. ولهذا بعضهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما عن رسول الله قال: فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له ويرسل الأمان والرحم فتقومان جنبي أو جنبتي الصراط يمينا وشمالا،
فيمر أولكم كالبرق، قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم ترى إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، يعني يدعو للمسلمين حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجي ومكدوس في النار. ثم ذكر أبو هريرة قال والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، يعني القاع، قاع جهنم التي يلقى فيها الكفار سبعون خريفا، مسيرة سبعون خريفا. وأيضا ذكر من صفات الصراط أنه دحض ومزلة، دحض ومزلة، ومعنى دحض لا تثبت عليه الأقدام، لا تثبت فيه، تزلق عنه، وإنما النجاة بحسب العمل الصالح، يعني ما في واحد يقدر يثبت أقدامه وعمله ليس كذلك، لا يثبته إلا العمل، وإلا فالصراط دحض ومزلة. وهذا الصراط في ظلمة لا يمر عليه أحد بدون نور، الصراط في ظلمة لا يمر عليه أحد بدون نور، ويعطى الناس أنواراً على قدر أعمالهم، ومن يجعل الله له ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، ويكون السير عليه على قدر السير على الصراط المستقيم. يقصد بالصراط المستقيم في الدنيا الصراط المستقيم هو طريق الإسلام الذي نسأل الله أن يرزقنا إياه في كل صلاة. فالسير في الصراط في الآخرة على قدر السير على هذا الطريق المستقيم في الدنيا. وذكر أنه سأل يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فين يكونون الناس؟ وهذا التبديل بعد بعثهم، بعد بعثهم أين يكونون والأرض تبدل؟ فقال رسول الله هم في ظلمة دون الجسر، يعني في أرض فيها ظلمة دون الجسر. قال وهذا اليهودي يسأل الرسول عليه وسلم، قال فمن أول الناس إجازة، يعني من أول من يجيز على الصراط؟ قال فقراء المهاجرين. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقراء المهاجرين، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم بصحيحه، فقراء المهاجرين
هم أول الناس يمرون على الصراط. قال: وقد أنكر الصراط الجهمية، فرقة كما مر معنا جهمية منحرفة أتباع جهم بن صفوان، فهم قد أنكر الصراط الجهمية وبعض المعتزلة بحجة أن العقل لا يدل عليه. يقولون العقل ما يدل على الصراط، وهذا الذين لا يقبلون الوحي إلا عن طريق عقولهم، وهم الذين يسمون بالعقلانيين. قال: وما علموا أن العقل ليس دليلاً وحيداً على المعرفة، وأن هناك ما لا يعرف بالعقل ويعرف إما بالحس أو الفطرة، وهناك ما لا يعرف إلا بالوحي كأكثر الغيبيات. وأما أهل السنة فيؤمنون بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه ليس في العقل ما يحيل ذلك، يعني العقل لا يحيل ذلك، فلذلك الاحتجاج بالعقل باطل، لأنه ما يحيل أن يكون في أشياء تأتي يوم القيامة غيبيات. وما أخبر به الصادق مما لا يحيله العقل يجب تصديقه. وهل فيه شيء يحيله العقل؟ نعم، كالجمع بين النقيضين، يعني في أشياء مسلمات في العقل، وهذه ما أخبر بها الرسل أنها وقعت، وهو الجمع بين النقيضين مثلا، أو ارتفاع النقيضين. فالعقل لا يحيل هذه المسائل، ولذلك لا يحتج به في نفيها. قال: والأدلة تدل على أنه، يعني يوم القيامة، مورد صعب وموقف مهول تشيب له الولدان، والمرور عليه، يعني على الصراط، من الأهوال الفظيعة التي تكون يوم القيامة، فعلى العاقل أن يعد العدة. ثم تكلم عن الميزان. نؤجل الحديث عن الميزان إلى الدرس القادم بإذن الله. نكتفي بذلك، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.